السعودية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر. قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر. قررت دولة الإمارات العربية المتحدة قطع العلاقات مع قطر. صدمة بل صاعقة. أي صلاحيات وأي مسوغات تمتلكون لحصار قوم يلبسون لبوس الحوار والتطور وزرعوا علمهم على طاولات المفاوضات الإقليمية والدولية، فكانوا السباقين لرأب الصدع بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر. الأخوات والأخوة، لا أريد أن أقلل من حجم الألم والمعاناة الذي سببه الحصار، وآمل أن ينقضي هذا الأسلوب في التعامل بين الأشقاء وحل الخلافات بالحوار والتفاوض، فقد أساء هذا الأسلوب لجميع دول مجلس التعاون وصورتها في العالم. خطوة ما زادت أبناء قطر إلا قوة وعنفوانا وثبات حول صاحب السمو، ووفاء للوطن الذي نقل أبناءه من عصر لآخر في توقيت ناري، ولعب دور البلد الأم لمقيميه من عرب وعجم. بحيث المربى وبحيث الأخوة وبحيث القرابة وبحيث العلاقات اللي بين هذه الشعوب. ولكن في الحقيقة نحن في الحقيقة نحن صدمنا نفسيا ومعنويا وتعبنا جسديا، بحيث نحن في هذه الظروف وفي أيام رمضان. دموعك ورسالتك أبلغ وقعا من كل إساءة طاولت لون الأصالة والتجدد والتمدن. لم يوقف الحصار عجلة البنيان ولا البنى التحتية العصرية، ولا حال دون استكمال المشاريع سيما ملف عرس المونديال. حصار لم يهدم الحجر، لهو أوهن من أن يهدم عنفوان الشباب وكبرياء الشيب، فأثبت المجتمع القطري أن طيبته تكتنز عزة وإباء وكرامة متجذرة كثبات النخل في الأرض. بدلاً من أن تحشر قطر في الزاوية وتخضع، كانت المتحررة والمنفتحة والمبادرة إلى كلمة سواء. ولا تزال مسألة تسوية المنازعات بالطرق السلمية تقارب كاقتراح عارض وغير ملزم، وربما آن الأوان لفرض الحوار والتفاوض قاعدة في حل الخلافات من خلال إبرام ميثاق دولي بشأن تسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية. من رأس السلطة السياسية إلى كل شاب وشابة، تتسلل روحية الحوار والتفاهم بأسلوب علمي بحثي. كيف لهكذا بلد تجاوز بفكره وإدارته حدوده الجغرافية أن يقف مكتوف اليدين، بل على العكس استثمر موارده الطبيعية لإنتاج موارده البشرية الكفوءة، وكان نفطه الأساس لغة الحوار. وما مركز مناظرات قطر إلا إحدى ثمرات هذا المحصول الغزير؟ إدارة شابة طموحة تعكس بديناميكيتها آلية ونمطية سير العمل الممنهج في إدارات الدولة والمؤسسات الخاصة، حري بها أن تلد مؤسسة بفكر ورؤية مركز مناظرات قطر بعنوان مناظر اليوم قادة المستقبل. مؤهلون لخلافة وإكمال ما يدأب رجالات اليوم على تنفيذه وتحقيقه للوطن. إنها لبنة الانطلاق، كما انطلقت أوروبا نحن لن ننطلق، سوف نعيد تاريخنا الذي انطلقنا منه. جاء
شخصية ريادية ووجاهية تعبق بالثقة والثقافة، هي عماد المركز الذي يألو جهداً للسير على نهج الآلي في نشر رسالة الحوار والتناظر وتقبل آراء الآخرين والتسامح. كانت رزنامة النشاطات تحت الحصار تأتي استكمالاً لما بدأه عام 2008 وإطلاق أول بطولة دولية للمناظرات باللغة العربية على المستويين الجامعي والمدرسي بلا انقطاع عام 2011. وإذا كان الحصار يعني تقويض حجم التواصل وتوسيع رقعة الخناق، إلا أن المركز سبح بعكس تيار محاصريه. يستضيف الآن النسخة الرابعة من البطولة الدولية للمدارس بمشاركة أكثر من 50 دولة. يتجمع اليوم في هذا المهرجان الشبابي نخبة راقية من المشاركين من 6 قارات. ونقف اليوم على أعتاب إنجازات سجلها المركز في أشهر الحصار العشرة. دوحة الخير والعطاء لم تبخل بتقديم كل الدعم لمركز مناظرات قطر في عقده الأول، فمضينا على ما تربينا عليه بعزم وقوة شخصية رعاته المدججين بثقة الشعب من مواطنين ومقيمين. وقد أرادوا أن نتغير ونغير نهجنا، وما تغيرنا وما غيرنا وما تغيرنا.